السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم سعد من قناة كانسي سعد، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد أعزائي الكرام. لدي لكم خبر صار كما عودتكم هذا الأسبوع بالأخبار السارة، ولكن اليوم لدي خبر صار لعشاق السامسونج وسلسلة النوت. قبل البدء لا تنسوا دعم القناة بقوة، لأنني في حاجة لدعمكم أعزائي الكرام بالضغط على زر لايك والضغط على زر اشتراك وتفعيل زر الجرس وكتابة تعليق ضمن التعليقات. وهنا سوف ننطلق أعزائي الكرام. ستطلق سامسونج الهاتفين الذكيين الرائدين القابل للطي زي فولد 3 والزي فليب 3 في 11 أوت أو أغسطس أو غشت من هذا الشهر إن شاء الله القادم. ومع ذلك لن تكشف الشركة عن أي هاتف ذكي في سلسلة الجالاكسي نوت هذا العام، يعني كما قالوا في الأول تسريبات، والآن نحن نعرف والكل يعرف على أنه لن يخرج النوت 21. وفقا للممارسات السابقة تصدر سامسونج سلسلة الجالاكسي اس الرائدة في النصف الأول من كل عام، والجالاكسي نوت سلسلة الجالاكسي نوت الرائدة في النصف الثاني من العام. ومع ذلك بعد إطلاق سلسلة الجالاكسي اس 21 هذا العام، كانت هناك شائعات بأنه لن تكون هناك سلسلة جالاكسي نوت 21 هذا العام. أكدت شركة سامسونج أيضا هذه الأخبار في 31 يوليو، وأطلقت سام موبايل عريضة على موقع change.org على أمل أن تعيد سامسونج سلسلة جالاكسي نوت في النصف الأول من عام 2022، وقد تم التوقيع على هذه العريضة من قبل أكثر من 200 ألف معجب حتى وقت هذا التقرير. وفقا للتقارير لم تذكر سامسونج صراحة أنها ستتوقف عن سلسلة الجالاكسي نوت، ويعني الكل يعرف على أن ما زالت إن شاء الله لقد بدأوا ب 200 ألف معجب حتى وقت هذا التقرير الآن الذي أقوم بعمله في هذا الفيديو، لكن إن شاء الله نتمنى الملايين ملايين التوقيعات تطلب سلسلة الجالاكسي نوت. وبالتالي لا يمكننا معرفة ما إذا كانت الشركة لديها خطط لسلسلة الملاحظات العام المقبل أم لا. كشف رئيس سامسونج إلكترونيكس ورئيس قسم الاتصالات المتنقلة مؤخرا عن سلسلة الجالاكسي نوت 21 لن تصل هذا العام. لم يقل المدير التنفيذي للشركة أي شيء عن خطة سامسونج لسلسلة النوت. يبقى أن نرى ما إذا كانت سامسونج ستتوقف تماما عن إنتاج سلسلة النوت أم لا. ومع ذلك ستركز الشركة أكثر على هواتف الذكية القابلة للطي في السنوات القادمة. سيتم دمج العديد من ميزات سلسلة النوت من سامسونج في سلسلة أخرى. سلسلة سامسونج جالاكسي نوت عمرها 10 سنوات. وصل الطراز الأول من سلسلة الجالاكسي نوت إلى الأسواق في عام 2011، وعلى مدار السنوات العشر الماضية ركزت سلسلة جالاكسي نوت على السوق الرئيسي المتميز. في السنوات التالية أعطت سامسونج سلسلة النوت أفخم التكوين والاهتمام. تأتي السلسلة مع جميع الميزات المتطورة التي يجب أن تقدمها صناعة الهواتف الذكية. ومع ذلك تذكر أن سامسونج جالاكسي نوت 7 واجهت مشكلات خطيرة في البطارية بسبب عيوب التصميم. تسبب هذا في قيام الشركة في النهاية باستبعاد الهاتف الذكي بتكلفة باهظة. منذ ذلك الحين لم تعد مواقف المستهلكين تجاه سلسلة الملاحظات عالية كما كانت من قبل. يأتي هاتف الجالاكسي نوت 7 بمعالج سناب دراجون 820 عالي الأداء، كما أنه يأتي بأحدث تقنيات التعرف على قزحية العين في ذلك الوقت، بالإضافة إلى شاشة بدقة 2K. إذا أعلنت سامسونج رسميا نهاية سلسلة النوت هذا العام، فستنتهي سلسلة سامسونج جالاكسي نوت في الذكرى العاشرة لتأسيسها. هل تعتقد أن سامسونج ستوقف سلسلة النوت؟ دعنا نعرف أفكارك في قسم التعليقات أدنى، ولا تنسوا دعم القناة بالضغط على زر لايك والضغط على زر اشتراك وتفعيل زر الجرس. إلى فيديو قادم، مع السلامة ودمتم في رعاية الله.